سلام خوتي وخواتاتي، جيسبر تكونوا بخير. معكم فاميليا، فيديو جديد واخبار جديده. والاول مره في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب انستغرام وضيعوا هادو كاملين، راه شركه واحده شركه فيسبوك، حيت فيسبوك كانت ديجا شاريه انستغرام وفي الاعوام الاخيره شرات حتى الواتساب، غير خلات لهم نفس الاسماء انستغرام واتساب باش ما يفقدوش لا ريبوتاسيون ديالهم، حيت باكا تعرفوا. بغيف سيستم شركه فيسبوك طاح البارح، الناس كيحسبوها كيف العذاب اللي العطب ما غيفوتش نص ساعه، حيت في تطرات وغير هاد العام راه طاح شي 9 مرات. دونك الناس تقبلتها في الاول حيت عارفه بلي شركه فيسبوك بارفو كدير ميزاجور بحكم حجم الداتا الكبير والهائل. كيف ما تقدر دير هاد البلان الا اكتشفت شي تسريب، بحال مثلا تسريب معلومات حساسه سيرتو المتعلقه بالرؤساء وسياسه الدول، فكتبغي توقف وتعرقل داك الفلو. بحال مثلا فاش تحس بشي فيروس دخل التليفون، كاش كدير بالزربه كطفيه والتوقف في هاد الحالات. وكيف سبقت قلت لكم ما تيفوتش 30 مينوت، ولكن هاد المره راه ماشي كيف العاده، تجاوزات 30 مينوت بل وصلت حتى ل 8 السوايع. راه هلاش 8 سوايع وفيسبوك واتساب انستغرام متوقفين، بيان سور ما غاديش يكون بخطر الشركه حيت ماشي بصالحها، حيت هادشي بيان سور غادي يكون عاد عليها بالخسران. المهم مورا توقف شركه فيسبوك بفروعها خرجوا باعتذار، تيقولوا فيه باللي عندهم مشاكل وغادي يحاولوا يصلحوها في اقرب وقت، ولكن ولحد الان ما خرجت حتى بشي بيان رسمي اللي كتوضح فيه السبب. واللي خصنا نعرفوا باللي علماء الموجات والطاقه الكهرومغناطيسيه سبقوا حذروا من العواصف الشمسيه واللي قالوا غادي تاثر على الاتصالات في كوكب الارض كامل. ولكن الاخبار الرائجه دابا بشكل كبير في امريكان والمحتمله ببورسونتاج كبير هو ان موظفه واللي سبق ليها خدامه في شركه فيسبوك دعات شركه فيسبوك بتهمه ان الفيسبوك تيحرض على العنف والكراهيه عكس داكشي اللي كيعتقدوا الناس، وماشي بالضروره تصين كنت دير فيديو والفيديو ديالك يدير البوز باش تدوز فيه الاشهار لداك خونا ولداك المنتوج، الا راه تقدر الشركه هي نيت دير فيديو ولا تاخذ شي فيديو قديم واللي كان داير البوز يعني فيه موضوع شائك. هادشي علاش بارفو كنشوفو فيديوهات واللي كيكونوا مثيره بيان سور مي كنقولوا هادشي راه قديم. المهم بخلاصه كتقول بلي الفيسبوك تيضلل الراي العام، فهمتوا البلان؟ هاد خيتي كيف ما قلت لكم داعيه شركه فيسبوك، واليوم عندهم الجلسه وكيقولوا بلي شركه فيسبوك قطعات باش تقوم باصلاحات في البروغرام ديالها، حيت بيان سور المحكمه باش تاكد ولا تنفي الاقوال ديال الموظفه كتستعن بخبير جيلي في المعلومات باغ اكزومبل، دونك لوجيك الفيسبوك خاصها تقاد امورها ويمكن قطعات باش تقوم اصلاحات في البروغرام ديالها. دابا المشكل راه ما غاديش يلقاوه مع الناس اللي مبليه بالتليفونات ومدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي. دابا تصور معايا تقطع فيسبوك انستغرام واتساب غير سيمانه، اول حاجه بعد راه ضربه قاضيه لشركه فيسبوك، خسائر بالمليارات. ثاني حاجه واللي خصنا نعرفوا باللي كاين الناس اللي خدمتها مرتبطه بمواقع التواصل الاجتماعي، كاين الناس اللي تجارتها مرتبطه بالفيسبوك باغ اكزومبل. تتسينوني نقول لكم باللي حتى هاد الناس غيتكبدوا خسائر ماديه ومعنويه من هاد القطاع؟ لا سيدي، ما عندهم ما يخسروا، راه حنا اللي غلطين كيحسبنا كاين غير فيسبوك. اسيدي راه كاين مواقع تواصليه كثيره واللي شان حرب تنافسيه خانقه ضد الفيسبوك، وضيوغ راه غتلقاو واحد الهضره واللي غتلقاوها تداول دابا، وانا شخصيا ترجحها. كيقولوا باللي احد شركات مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتنافس شركه فيسبوك كرات هاكرز باش يدمروا شركه فيسبوك. دابا خوتي عندك حساب ليكم راه فاتحين هادشي لله في سبيل الله، راه غير بيزنس، كلشي داير على العاقه. واخا راه فيسبوك ما بقاتش عندها ديك الشعبيه الكبيره في امريكان بسبب المشاكل ديالها لا مع هاد الموظفه ولا مع الانتخابات. دابا ندوزو للشباب ديالنا المبلي بالتليفونات والمدمن على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيعرف غير نجمه سته الفيسبوك، وتا الفيسبوك ما كيعرف فيه غير شات شي ضحك شي بساله. المهم كتلقاه النهار كامل كيكونسومي في الفيد فيد. هادوك انا بالنسبه ليا ما نكذبش عليكم داروا فيهم خير، ما كرهتش انا يقطعوا عليهم شي قطع تاع عام، فضل انهم كيعرفوا يخدموا غير في الفيد فيد، ما غينفعونا ما غينفعونا، يرتاحوا عويناتهم ويحاولوا على جيوب مواتهم. كانت معكم فاميليا اللي كيعجبها كانت تدعموا لايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم، اللي مازال ما تابوني تابوني فعل الجرس، والسلام عليكم.